هذا طالت أعماركم الإصدار العاشر من تجميعات أدهان ميسم، المنتج اللي أحبه الكثير واقتناه الجميع. الجميع ما شاء الله لا قوة إلا بالله من متابعينا وعملائنا الكرام ومشايخنا الأفاضل اقتنوا هذا المنتج. منتج تجميعات أدهان ميسم عبارة عن منتج نتجت فكرته من ما يتبقى لدينا من أدهان. وش قمنا سوينا فيها؟ أضفنا عليها الصندل النادر من أبو طاووس ونقيع الزعفران الطبيعي السوبر نقيب، وجلسنا ما شاء الله تبارك الله نحركهم ونخلطهم حتى خرجنا بمنتج جميل. استعمل هذا المنتج للتطيب مباشرة، اللي يبغى يتطيب مباشرة تطيب. في البعض يقول لا أنا أبغى أحسن مخلطات، يعني يكون بعض المخلطات فيها زنخة أو زخمة يضيف لها تجميعات أدهان ميسم بديلا عن الزعفران. هي من مكونات الزعفران والصندل يعني الغالب فيها، ولكن الأدهان فيها كتنكيه، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هو بس يشيل الزخمة أو الزنخة، لا يضيف للدهن ما شاء الله تبارك الله نكهة جميلة فاخرة. تأخذ هذه النكهة جميلة الفاخرة من جمال تجميعات ومن ما شاء الله تبارك الله جمال الأدهان المستخدمة في تجميعات. تجميعات أدهان ميسم هذا هو اللي تشوفونه، وما بداخله هذا الذي ترون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تشوفون معي عنبر الحوت، تشوفون معي بودرة تراب مسك الغزال، تشوفون معي خيوط الزعفران، والنكهة ما شاء الله لا قوة إلا بالله آسرة. كان يتابعنا من زمان يعرف ما بداخل هذه السكة. إيش بداخل هذه السكة؟ دهن عود مروكي قديم ولونه أخضر، تم وضعه في حطينا منه ما شاء الله لا قوة إلا بالله 3 تولات في تجميعات أدهان ميسم الإصدار العاشر. هذا الدهن دهن العود هذا المروكي مع قدم هذا الدهن ونكهته وندرته حطينا في هذه السكة، فازداد ما شاء الله تبارك الله قوام ونكهة ما شاء الله تبارك الله فاخرة. شوفوا أوريكم يعني أقرب ما نقدر نقرب لكم إياه عن لزوجته. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في هذا الإصدار لتجميعات أدهان ميسم أضفنا من هذا الدهن. شوفوا ما شاء الله قوامه ثقيل مرة ولونه ما شاء الله تبارك الله أخضر. هو ما يبان اللون هنا ولكن يبان اللون من داخل الدهن، حتى كذا ما يبان. كيف أوضح لكم لون الدهن؟ خلنا نحط منه هنا تشوفون. شوف اللون، نحن أضفنا الكمية اللي ودنا نضيفها في تجميعات، ولكن هذه لأجل فقط أن نوريكم لون الدهن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، قوام فاخر ونكهة نادرة ولون ما شاء الله تبارك الله نادر، اللون الأخضر بالنكهة المروكي في الدهن المروكي نادر ويصنف من نوادر المروكي.
مكان لونه أخضر وقوامه ثقيل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا إحنا نقول لكم إن تجميعات أدهم ميسم الإصدار 10 جاهزة اليوم. بإمكانك طلب المنتج، أسحب الشاشة الفوق أو متجر ميسم نورد الطائف الإلكتروني، اكتب تجميعات أدهم ميسم يظهر لك المنتج. استخدامات المنتج كما ذكرنا لكم للتطيب، لتخفيف الأدهان والمخلطات. عندك مخلط جميل مرة ونكهته فاخرة وتبغى تستعمله وشاح فيه، يعني ما ودك أنه يغلق، حط منه ربع تولة وكمل 3/4 من تجميعات، شوف ما شاء الله القوة اللي بالله شو بيصير. عندك دهن تبغى تستعمله وشاح فيه لثقل لغلاء سعره، حط زي ما علمتك ربع في ربع تولة وحط 3/4 تجميعات دهن ميسم، وشوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنك اللي تزيدها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم، يعطينا من خير الدنيا والآخرة، أيضا يشيل الزخمة أو الزنخة. أي دهن عندك فيه زخمة أو زنخة أو النكهة الحيوانية الغير مستساغة عند بعض الإخوان، وضف عليه تجميعات، وتواصل معي على واتساب ميسم إذا كان عندك أي استشارة في استعمال تجميعات مع هذه الأدهان، وأنا إن شاء الله بإذن الله راح أجيبكم، راح يرسلوا لي خدمة العملاء استفساراتكم وراح أجيب عليها إن شاء الله بإذن الله جميعها. لا تنسون أنكم أيضا تختارون ريد بوكس. إذا اخترت ريد بوكس المنتج ما شاء الله تبارك الله فاخر، والمنتج مخفض، وهذا كله وبيجيك بشحن مجاني، يعني ما راح تدفع غير قيمة المنتج بعد التخفيض. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم من كل خير، وأن يبارك لنا ولكم في ما أعطانا. استودعكم الله في أمان الله. هذه دفعة الآن نعبيها من تجميعات أدهان ميسم الإصدار 10. هذه الأربع سبق كما ذكرنا لكم إن كان فيها أدهان، في بعضها ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيها بودرة تراب مسك الغزال، كلها أدهان عود أو مخلطات فاخرة، ما فيها شيء في عنبر أو مسك، كلها ما شاء الله تبارك الله أدهان عود ومخلطات فاخرة. بنضيف فيها الآن تجميعات، هذه تعبئة دفعة جديدة الآن. ووصلنا رسائل كثيرة، البعض يقول أبغى في أربع هذه المستعملة اللي فيها بقايا أدهان، والبعض يقول لا أبغى أربع جديدة. فعشان نلبي رغبتك وطلبك اكتب في ملاحظات الطلب، اكتب أبغى مثلا ربع جديد، أبغى ربع مستعمل، وابشر نحن إن شاء الله بإذن الله نلبي طلبك كما تأمر.
وكم أهلكنا قبل من قارن وكم أهلكنا قبلهم من قارن أحسن أثاثا وريا. قل من كان في الضلالة بابا تجيب المفتاح حتى إذا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيرمن من هو شر مكانا وأضعف جدا يزيد الله الذي يهتدى الهدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرجعا.